في تونس قالت الهيئة المستقلة العليا للانتخابات في تونس أنها ستعلن اليوم النتائج النهائية للانتخابات التشريعية، ما يمهد لتحديد الجلسة الافتتاحية للبرلمان الجديد. هذا ومن المتوقع أن يحدد البرلمان الجديد جلسته الأولى خلال أيام. للمزيد من التفاصيل والتحليل معنا عبر الهاتف محمد حمادة، الكاتب المتخصص في الشؤون العربية بالأهرام. أستاذ محمد، أهلا بحضرتك. نعم أستاذ محمد، أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك يا فندم. إذن هناك مؤشرات بحصول النهضة على 52 مقعدا وقلب تونس 38 مقعدا، هو الذي حل في المرتبة الثانية. هذا طبعا هذه كلها مؤشرات أولية، ولكن النتائج النهائية ستعلنها الهيئة. ولكن وفق هذه المؤشرات، ما مستقبل هذا البرلمان في رأيك، مستقبل الحكومة التي ستشكل أيضا؟ بداية اليوم سوف يتم الإعلان النتيجة النهائية وفقا لبحث العديد من الطعون في هذه الانتخابات، إلا أنها طبعا تشير النتائج الأولية إلى تقدم حركة النهضة يعني ب 52 مقعدا في الانتخابات، يليها حزب قلب تونس بزعامة نبيل القروي 38 مقعد، ثم بعد ذلك يأتي التيار الديمقراطي ب 22 مقعدا، ومن ثم بعده أيضا الائتلاف الكرامة المحافظ 21 مقعدا، ثم حركة الشعب 16 مقعد، يليها تحيا تونس 14 مقعد. سوف يتم الإعلان عن الجلسة الأولى للبرلمان، ومن ثم الآن تونس في إطار تشكيل حكومة جديدة سوف وفقا للدستور التونسي والفصل 89 من الدستور، أن الحكومة تشكل من الحزب الأغلبية، وفي هذه الحالة لابد من وجود ائتلاف يحصل على 109 صوت لأجل تشكيل الحكومة. القيس سعيد بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية اجتمع برموز حركة النهضة لتشكيل الحكومة، ومن ثم هناك بعض التيارات التي من الممكن أن تشكل هذا الائتلاف لتشكيل الحكومة، منها على سبيل المثال التيار الديمقراطي، لكن هناك استبعاد لحزب قلب تونس من الحكومة الجديدة، ومن ثم من الممكن أن يكون قلب تونس هو الذي يمثل المعارضة في المرحلة المقبلة. طيب، ولكن هل من دلالات معينة بهذه النتائج يعني الأولية التي أعلنت، هل من دلالات في مسألة عدم حصول حزب أو حركة على أو ائتلاف على الأغلبية المطلقة في المجلس، وأيضا 52 مقعد لحركة النهضة؟ طبعا ده يدل على ان الشارع في تونس يعني لم يغلب طرف على الاخر، وبالتالي عمليه التنوع في هذه النتائج انما تاتي يعني لصالح الشعب التونسي، وخاصه عندما ينفرد حزب بالمجلس التشريعي او بالبرلمان، فده طبعا بيبقى يعني حاجه مش صحيه، وخاصه لابد من وجود يعني العديد من الأطياف السياسية لتشكيل البرلمان، ومن ثم استطيع أن تحقق الأحزاب فرصة لتسيير العملية الديمقراطية داخل تونس. نعم. طيب، في مسألة تشكيل نعم أستاذ محمد، هل أنت معي؟ أيوة يا فندم، تفضلي. طيب، في مسألة تشكيل الحكومة أيضا ويعني الشكل الذي ستكون عليه، هل لديك توقعات، هل لديك شكل معين ستكون عليه الحكومة في تونس؟ هناك بعض يعني هناك بعض الشروط لبعض التيارات، منها مثلا على سبيل المثال التيار الديمقراطي لديه شروط للانضمام الى الحكومه الجديده، منها على سبيل المثال ان يكون له ادوات في محاربه الفساد من خلال تولي وزاره الداخليه،
أيضا ووزارة الإدارة، وبالتالي هناك شروط، وأن يكون الشخصية التي تمثل رئيس الوزراء في المرحلة المقبلة تكون شخصية مستقلة وليس شخصية تنتمي إلى حركة النهضة التونسية. وبالتالي حركة النهضة في مأزق شديد جدا في تشكيل الحكومة. هناك شروط من قبل التيارات الأخرى السياسية، طبعا هناك أيضا مدة زمنية محددة من قبل وفقا للدستور، بأن وفقا ل يعني بعد يعني الإجراءات تشكيل الحكومة خلال شهر من إعلان النتيجة، ومن الممكن أن يتم تجديد هذه المدة إلى شهرين. إذا لم تصل حركة النهضة أو الكتلة التي فازت بأعلى الأصوات بتشكيل حكومة خلال 10 أيام، يجتمع رئيس الدولة بالأحزاب لتسمية شخصية مستقلة لتشكيل الحكومة، ومن ثم في حالة مرور 4 أشهر على التكليف الأول ولم تمنح الحكومة الثقة من مجلس الشعب، لرئيس الجمهورية الحق في حل المجلس والدعوة لإجراء انتخابات تشريعية جديدة، يعني في مدة بحد أدنى 45 يوم لحد أقصى 90 يوم. إذن هناك مأزق في تشكيل الحكومة الجديدة في تونس، ولا بد من تقديم العديد من التنازلات بالنسبة لحركة النهضة بعدم الإيثار أو عدم الحصول على الحقائب الوزارية الهامة، ومن ثم نستطيع أن نشكل الحكومة في المرحلة المقبلة. طيب، ما هي أبرز المهام أمام الحكومة أستاذ محمد في رأيك؟ وأيضا مسألة أخرى لها علاقة بالحقائب الوزارية الأمنية، أتحدث عن الدفاع والداخلية، هل هي ضمن أيضا إطار أو تدخل أيضا في مسألة التشكيل وفق الأغلبية البرلمانية، أم لديها قواعد خاصة أو استثناءات في هذه المسألة؟ وزارة الخارجية والدفاع تأتي بالتشاور مع رئيس الجمهورية، يعني وفقا للمادة 89 من الدستور لابد من التشاور بين رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء في اختيار وزيري الخارجية والدفاع، هذه من ناحية. من ناحية أخرى نجد أيضا أن الفترة الزمنية وهي فترة الشهر في تشكيل الحكومة، إذا عجزت حركة النهضة في تكوين هذا الائتلاف والحصول على 109 صوت أو 109 مقعد في البرلمان، يتم تجديده مرة أخرى شهر آخر، وبالتالي هناك فرصة لتقريب وجهات النظر. المؤشرات تؤكد أن من الممكن أن يكون هناك تحالف مع التيار الديمقراطي أو ائتلاف الكرامة أو حركة الشعب، أو إلا أن هناك استبعاد ل قلب تونس بدعامة نبيل القروي، وهو حاصل على 38 مقعد، رقم مهم في المعادلة، وبالتالي هناك رفض أصلا لهذا الحزب ومن في هذا الحزب من قبل حركة النهضة. إذن خلال الأيام القادمة سوف يتم تكثيف الاجتماعات بين الفصائل وبين الأحزاب السياسية والكتل التي حصلت على الأصوات للوصول إلى نقط تلاقي في تشكيل الحكومة. التيار الديمقراطي يريد وزارة الداخلية، التيار الديمقراطي يريد وزارة الإدارة لمحاربة الفساد المستشري. هناك العديد من التحديات في تونس، منها على سبيل المثال التحديات الاقتصادية، وهناك أيضا مشكلة البطالة وارتفاع مشكلة البطالة لدى أبناء الشعب التونسي. هناك أيضا التحدي الأمني، وخاصة نحن نعلم أن المنطقة بها العديد من الأحداث الهامة من ناحية الأمن القومي، في سواء كان لتونس أو المحيط حول تونس، وخاصة الملف الليبي والملف أيضا الجزائري. إذن هناك العديد من التحديات الهامة، كيفية جذب رؤوس أموال جديدة لتوفير فرص عمل للشباب، مبدأ الحريات أيضا والمحافظة على مبدأ الحريات وحقوق المواطنين
وتوفير الاحتياجات اللازمة للشعب التونسي. إذن هناك العديد من التحديات الهامة التي سوف تواجه الحكومة المقبلة. هناك أيضا بضيعة أمل، وخاصة أن قيس سعيد لا ينتمي لأي حزب، وقيس سعيد يمثل طبعا الواجهة التونسية سواء كان في العلاقات الدولية وغيرها، وكان هناك خطابه الشهير الذي حدد في ملامح الفترة المقبلة في السياسة التونسية بأن هناك اهتمامات وهناك احترام للاتفاقيات الدولية. نعم. وأن هناك أشكرك وأشكرك أستاذ محمد بن حمادة الكاتب المتخصص في الأهرام، شكرا جزيلا لحضرتك.